السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنوجد معكم واحد الحليوه مالحه مقرمشه في قصص كيجيو زوينين تقرقي بالناب. نوجدهم ان شاء الله لعيد الاضحى وبقاو معايا حتى الاخير باش غادي نشوفوا المقادير. ولهاد الحليوات هادو غادي نحتاجو ان شاء الله كيلو ديال الدقيق، ربعه ديال الزبده، ياغورت مسوس، ثلاثه ديال الفرماجات، معلقه ديال الموطارد، معلقه سنيده، شويه الملحه، وقبصه ديال الابزار، وكاس كبير ديال الزيت. بالنسبه للتنسيمه ديال كل عجين غنحتاجو شويه الزعتر، معلقه كبيره ديال الهريسه، ومعلقه ديال التحميره. هذوك غادي نخليهم اكوتي وغادي نديرو في العجين جميع المكونات اللي ذكرت لكم من فرماج، موطارد، سنيده، ملحه، ياغورت مسوس. يعني هادو كلشي غنديرو في العجين ما عدا الزعتر والتحميره والهريسه. غادي نخلطو المكونات ديالنا مزيان، يعني المقادير اللي عطيتكم غيجمع لنا العجين، ما غتحتاجو لا الماء لا حتى شي حاجه. صافي غنجمعو المكونات ديالنا مزيان وغادي نقسمهم ثلاثه ديال الكويرات، نوضعهم في واحد البلاستيكه. انا خدو الكوره الاولى غادي نديرو فيها ديك معلقه ديال الهريسه ومعلقه ديال التحميره باش غادي تعطينا اللون وتعطينا الحروره. بالنسبه للهريسه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، بغيتوها حاره بزاف زيدو كثر، بغيتو شويه نقصوا، يعني داكشي كيبقى على حسبكم، لكن كتجي زوينه وبنينه على حسابي. غنخلطوها مزيان حتى غتدخل ديك الهريسه مزيان في العجينه، وغادي نديروها في واحد البلاستيكه ونخليوها حتى هي اكوطي. غادي ناخذ العجينه الثانيه غادي نضيفوا لها داك الزعتر ونخلطوها مزيان، والثالثه ما غنضيفوا لها حتى شي حاجه حتى نكونوا كنقادوها. غادي نديروا كلشي في الثلاجه ونخليه واحد نص ساعه تقريبا. صافي من بعد ما دازت نص ساعه غادي نخرجوا العجين ديالنا. هنا غنبداو بديال الزعتر، غادي نقسموها المهم على قسمين باش ما تغلبناش العجينه، يعني اللي غتقدر على العجينه كامله فديرها مرحبا ما كاينش مشكل. المهم انا قسمتها هكا باش ما تغلبنيش العجينه، نخدم غير على خاطري. غادي نحاول نطلقها تكون رقيقه ما بين جوج ديال البلاستيكات، ضروري ما تكون العجينه تكون رقيقه، غادي نحاولوا ما امكن نرقوها عفوا، يعني باش ما تجيناش غليظه باش الحلوه تجينا مقرمشه. وفي هذه الاثناء احنا كنطلقوها، راه العجينه الاخرى باقا في الثلاجه، يعني خليوها في الثلاجه وحنا كنخدموا في هذه. صافي غنستمروا في حلقة حتى غنطلقها كامله مزيان، ضروري كما قلت لكم تكون رقيقه، ونحاولوا ما امكن نقادوا الجوانب يعني باش ما نضيعوش العجينه وما نبقاوش نعاودوا لها مرارا وتكرارا. نحاولوا اننا نخدموها في خطره ونبقاو نقادوا هكا الجوانب بيدينا، ونستمروا في بحال هكا حتى نكملوا العجينه كامله ونعاودوا نرجع. صافي من بعد ما كملت العجينه ديالي هنا غادي ناخذ الموس غادي نقطع الجوانب هكا باش نقادو باش يجيني داكشي مستطيل مقاد. نحيد الجوانب ونديرو في البلاستيكه من طبيعه الحال باش ما تنشف ليناش العجينه ديالنا. صافي من بعد ما قديت الجوانب غادي ناخذ عين الميزانيه غادي نقاد واحد ثلاثه ديال المستطيلات، المهم داكشي كيبقى عندكم ميزانكم. صافي غادي نقطعهم بشكل طولي وغادي نعاودو نقطعوهم على شكل مثلثات، هانتوما غتشوفو الطريقه كيفاش، يعني طريقه معروفه. شكون ما كيعرفش المملحات، يعني غير انا درتهم وقلت نشاركهم معكم. صافي غادي نقطعهم بهذه الطريقه، هادي شكل مثلثات يكونوا رقيقين من الاحسن ما تكبروهمش، يعني باش تجيكم الحليوه غير صغيره، يعني هادي غير مملحات، يعني كنملحو بيهم ماشي شي حاجه غناكلو باش غنشبعو. صافي غنستمرو بحال هكا وحنا كنقطعو حتى تنكملو العجينه ديالنا كامله، ونلويوهم بالطريقه المعتاده، يعني طريقه معروفه كيفاش غادي نلويوهم. كناخدو القاعده الفوقانيه وكنقورو ليه حتى كنوصلو للراس ديال المثلث، ونوضعهم في واحد اللاطه ديال الفران. صافي غنستمرو بحال هكا، يعني ساهله في ساعه تلقي يدك، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. غنستمروا بحال هكا. بالنسبه لهاد الحلوه هادي ديال بحال هكا كرواسون، هادي مباشره غندخلوها للفران، ما تحتاج انها لا ترتاح ولا تدخل الفريكو ولا حتى شي حاجه، يعني غيدخلوها مباشره للفران وندوزو داك الساعه نشوفوا الحلوه الثانيه بعد ما نكملوا هادي. وبالنسبه للشكل الثاني ديال الحار غادي ناخذوه حتى هو نقسموه على قسمين، ديما نخدموا العجينه شويه بشويه باش ما تغلبكمش العجينه. غادي ناخذ واحد الطريف وغادي نقسمه حتى هو لطريفات صغيورين بحال هكا،
نقطعهم طرفات صغيورين باش غادي نحربلو هاد الشكل هذا، غادي نحربلوه يجي هكا محربولات. المهم كيف ما موضح في الفيديو، واللي قديناه غنحطوه في واحد اللاطه اللي غادي ندخلوها في الفريغو باش يشدوا فراسهم، وماشي يعني يقصاحوا لكن غير يشدوا فراسهم باش نكونوا كنقطعوهم كتجي تقطيعه مقاده ما كيجيوش مهوجين. فهمتوني شنو كنقول لكم؟ يعني ماشي يقصاحوا، الا قصاحوا غتبقى تقطع معكم العجينه، غادي تهرس معكم العجينه، ما غاديش تصلح نهائيا. داكشي علاش غتدخلوهم الفريغو غير يقبطوا فراسهم ويجيو هكا يتهزوا هاد الحريبلات هادو، غيبان لكم انهم واقفين وقابطين فراسهم، ويمكن لكم انكم تقطعوهم بالمقص اولا بالموس. صافي غنستمر فحال هكا حتى نكمل الكميه كامله ديال العجينه وندوز لكم الشكل الثالث. وبالنسبه للشكل الثالث هو اللي ما درنا فيه حتى شي حاجه، ما نسمنا حتى شي حاجه من السمن يعني في العجينه. غادي نقطعو حتى هو، نقسم العجين جاتني شويش كثيره، غادي ناخذوه حتى هو وغادي نرقوه مزيان ما امكن، ديروه رقيق يعني العجينه كلها خاصها تجي رقيقه، يعني باش ما تجيناش ديك العجينه كقاصحه زعما غير عجينه من الداخل، باش المملحات ديالنا ملي كيطيبو كنحسو بديك التقرميشه ديالهم. صافي غادي نرققها حتى هي مزيان حتى ترقاق، ونقاد الجوانب مزيان كيف ما قلت لكم باش ما نعاودوش العجينه مرارا وتكرارا. نحاولوا حنا كنقادو الجوانب وحنا كنطلقو وحنا كنقادو وحنا كنطلقو حتى كنحصلوا على السمك اللي بغينا. صافي ملي كنوصلوا لهذا السمك هذا كيبقى يبان لكم تقريبا سطح العمل. صافي هنا غادي ناخذ واحد ثلاثه ديال الفرماجات مثلث، من الاحسن الا كان داك يعني حتى هذا زوين، لكن الا كان داك ديال داك الصفر ديال الفرماج احمر على ما اظن فيه نسمه ديال الفرماج احمر، هذا كيكون زوين ومالح اكثر، ولكن حتى هذا كيعطي نسمه زوينه ورائعه. وغادي نمعكو داك الفرماجات مزيان وبالمساعده ديال المعلقه، من الاحسن معلقه ماشي الموس باش ما تقطع لكمش العجينه. غادي ندهنوه على العجينه كامله، نحاولوا نعمروا جميع الفراغات. انا ماشي هاد العجينه ما خدتش معايا ثلاثه الفرماجات، خدات معايا اكثر، لكن كنحاول ندير شويه بشويه يعني باش ما تبقاليش الفرماج في راسو ويبقى هكاك معجون يعني ما تكمل ديري به. اللهم كل عجينه ماكليها من الفرماجات ديالها. صافي من بعد ما درت دهنت يعني العجينه ديالي كامل بالفرماج، نحاول نقسمها على جوج ونحاول نروليها بهذا الشكل هذا، نرولي النص من الجهه الاخرى والنص من هاد الجهه هذه باش تجينا الحلوه ديال بحال حلوه النضادر يعني شكل معروف. مهم بهذه الطريقه ديال الفرماج كتجي رائعه زوينه زوينه، كتجي فن، داك الفرماج كيتقرمش وكتجي الحليوه مقرمشه من الداخل كتجي زوينه. غنجربوها على حسابي هذه الطريقه هذه. صافي غادي نستمر فحال هكا حتى نروليهم كاملين، وحتى هذا الشكل هذا غادي ندخلوه للفريغو حتى هو باش يجمد، باش حتى هو في التقطيعه تجينا زوينه. يعني الدور ديال المجمد هنايا في هذه المرحله ديال العجينات بجوج هو انه كيقبط لينا الحلوه كيخليها واقفه، ملي كنقطعوها كتجي التقطيعه واقفه ما كتجيش مايله ومعوجه. فهمتوني؟ صافي من تما يعني هذا هو الدور ديال ديال المجمد. صافي غندخل الشكلين بجوج للفريكو، نخليهم يجمدوا على ما طيب الحلوه اللي درناها في الفران. صافي نستمروا فحال هكا ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا التقطيعه ديالهم كيفاش غادي تجي. وهنا من بعد ما قبطوا شويه فراسهم، ما خليتهمش راني قبطوا بزاف حقاش كنت مزروبه يعني باش نصور لكم. المهم خصهم يجيو شويه قابطين فراسهم مزيان، ما تجيش العجينه هكاك مايله. غادي نقطعوهم بحال هكا، يعني هاد الحريبلات هادو غنقطعوهم بحال هكا كيجيو بحال ودينات ديال الفار، ولا ممكن كيجيش كيزويون تقطعوا هكا صغيورين، ولا بغيتو هذا الدقيق صافي يكون شويه كبارين حاولوا تكبروا الحريبلات يجيو شويه كبارين، وغتقطعوهم غيجيو في تقطيعه كبار. يعني انا من الاحسن كنفضل يعني غير في هاد الحجم هذا كيجيني كافي لهاد الفقيقات هادو. وندوزو عاوتاني نقطعو الشكل الثاني، نشوفو الشكل الثاني حتى هو طريقه سهله. غادي ناخدو داك الحريبلات ديالنا نحاولو نقطعوهم بالموس. انا ديجا قطعت ماشي حبات هما كيبانو ليكم، يعني قلت لكم ملي كيكونوا في مجمد فكتكون الطريقه ديال التقطاع كتجي سهله وكتجي كتجي باينه ما كيجيش هكا معوجين وهذا. صافي التقطيعه غتكون يعني شويه رقيقه، يعني من الاحسن ما تغلطوهمش لان فيهم الخماره حمراء، يعني غادي يزيدوا ينتفخوا شويه في الفران، يعني من الاحسن ما تغلطوهمش يجيو شويه رقاقين باش يجيو مقرمشين. وبالنسبه للمقادير فغتلقاوها كلها في صندوق الوصف،
صندوق الوصفات كليكيو على العنوان غيطلع لكم جميع يعني جميع المقادير اللي تحتها. في اي وصفه راه المقادير كاينين في صندوق الوصف. صافي نعطيهم في نار مهيله غيطيبوا، ما تكونش مجهده بزاف باش يطيبوا على خاطرهم ويجيو مقرمشين. وهذا هو الشكل النهائي، كيجيو رائعين على حسابي بالاخر ديك ديال الفرماج، كيجي زوينه زوينه بنينه، غادي يعجبكم ان شاء الله. نتمنى انكم تجربوهم. وهكا كنكون وصلنا لاخر فيديو، الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش اشتراك ولايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ونعطيكم المزيد والمزيد من الوصفات. وهنا كنكون وصلنا لاخر فيديو، الى اللقاء، خليتكم على خير.